درب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي بام هذا المركز سوكا كان مساجد كان وحنفر لنا محاضرة ذي آداب طلب العلم وكذا عيسى جوهانسبرغ مساجد إمام مشافعي، وحنكسر دوين لنا فضيلة الشيخ محمد إدريس فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه اسكاليها الله سبحانه وتعالى يسوك إن كاني أن أوجد أني فريضة من فرائض الله، فريضة كمدة فريضين كإلهي سبحانه وتعالى يا صلاة دين تكني جماعة كدبنا ينوفر لنا مجلس من مجالس العلم. إلهي وحن كبري إنه نحرستي سيسكين ديسا كسو دجيوه مجلس كأن وحن إلهي سبحانه وتعالى كبري إنه عرف كي قلبي كسو كلمة حقا إلهنا سبحانه وتعالى قلبي إن إيا دقيه إن وأفره نغانا دقوكو هذا الكدقيستة كيسا وناكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انت كذب ولا ليال درس جن أما حضرة سيد الله يدين شقي عنوان كذا أما هل كدق يد وحوية آدابته رادين تام بعد جوبدة أما طلبك علمك وحنا كوز جره طالب العلم قال قفك علمك الضلبيه قارهان اذابت الله قربه انه الى ليه سو قارو يولك ولي هي واه علمك كاسواه بيد الله سبحانه وتعالى لقر لقري عباده الله سبحانه وتعالى لوق عباده يستو الهنا سبحانه وتعالى واجب ونفري وضم ذي سو فري ومنين تأه إن ضلبان علمك ويرهاديا قارهان حيلها واجباتك وعبادة دودو أيكو أنصحس الله سبحانه وتعالى أن أيقو دوانيا علمكنا وطريقي جنة قف والبنة جنة ودونيا ونجعليه إن شاء الله تعالى. كلامك وحن قندونا دور قيبوت وحن نكسو خلاصين يا كتبت علوم هذا اللي هنا كصافصا آدابت هي طريقية علم قلور هذه آد بين أبضنت هي كتبت بقلال بين قاريان هداني كبضاني علوم هذه هورا سلف كاهيد كتبت قرآن هي كبيانين يعني أهمية أولية هي أرنك إيه قاببك آداب تلور هذه هي سلوك هي طريق الله مر إيه التجارب تودي ولبة إيه ويا أيرق نمد ودي خبرة ده هذا نكو قرية هي تاريخ ودي سيرة ودي إن بدن علماء ده كمل سيدا سوكل علماء معاصرين تاهنا ويكألفين كتب بدن
لكن إن شاء الله تعالى نقول لبا الرسالة أي أن هذا واعتمادي أنت بضن ما أدد محاضرة دينا كسو أروري كتاب حلية طالب العلم وليه هاي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه إيوه رسالة وليه هاي الشيخ صالح المغامسي وسول النول أه ومسجد كمدينة مسجد غباء إمام كأ لما هذا رسالة هي أن أنت بضن كسورية مادة إيوه وحيا لك لا تؤ ما لك لا تؤ مكتوبك لا تؤ أنك سوق هذا علماء دليهين أنت أنا نقولين إن وحكت التلمام وحيا لها أدابته ما أساسك هو قفك إنه إلهي سبحانه وتعالى أرن كان خيرك بضن كيرزاق وحنجع لها لبصدح قصه إن أنك هرمري حيا لقصه ينكو وحبضن بي واضحيا وأن هذا البضن عضين كرين أي عضيا هذه ذاتك طلاب العلم هي ذاتك دونية رمها إن يوحكو أقادان هذه النقضان كتبها رمها سنكشيغني حاضر هذا آخر كذا طيب كم إذا هي شيء دونا مراجع داس يكتب داس وحبضا بيكه للدونان وإلهي سبحانه وتعالى وكو أنفعه طريقة يكو صعدان وآه علمك إيه ودد إلهي سبحانه وتعالى اللو قارى يجنة ديسا حايا للنبي قال عليه الصلاة والسلام وحكى صغان حديث صحيحة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قفكي مراه وضع وعلمك الرادين أيه إلهي سبحانه وتعالى ودى جنة أيه ويسرى مركة ودى آخر كذا وحيكون ما نسى جنة بإذن الله تعالى قصوين كادر علماء كسو قاضوا قصة كواد وحويه قصة أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي علماء بضان الدورة هي أجراء علماء آتك عانك وواه محمد إدريس غيراض كم دي هاي الإمام أبي حاتم وعلماء جرح وتعديل محدثين تواوين اللو اعتماده كتبت حديث جرح وتعديل يحفظين سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن محفوظة هاتو لغا إلاليه إن يصور لحق لاندتك كذابين أما داتك بأن أبورت سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس وحليه هاي وحنكسوا صفري مقالة دي أن كل شيء كبر باري والري ودول كان أفغانستان يطاجكستان ودحيوه هل كاسو كسوا صفري إنو الرادي علمي مركزنا اللبات نجربوها صنت كوحوها لببغل يصدح يطوبا هجري قرن جسد أحد الرنكيسي وحونا كسر لما ذي لبا بقول كوي لباتن أيه كسر نقضي دلكيسي حوما قنا مدة 60 سنة تقريبا كلهم تضرب السنة يحوها دام وحكت المامنوح اللي هي مقدمة ذا كتاب كيسة الجرح والتعديل كتاب وين وي حلية هي هدان تريو أنتي عن سعودي أو لقتي ده عن كسر سعودي سفرتاس تضبط الصناعة ما هي إنه سارية هرتي أما فرس أما دمير أما دون ما ها وأكجو أنت أنت ولقتي سكو سعودي وحويري مركان مرينا أيه وأن ترينجري بري جوهرة 1000 فرسخ مركان مري كان تري أنت لقو مري 1000 فرسخين مركي كبضتي وأن سكداي واجد دمير بوير ما ترينجري مارك كن فرسخ فرسخ وحي رهدان تقريبا هل صعيح حوغا بوقفك سعنكرا سعودك عادية مشيك عادية حان لغو قياسة إلى شن كيلومتر ينويه مارك هداد كل فتو كن فرسخ شن كيلومتر معناه حواي شن كن أو كيلومتر إن كبضا انتو ترينيوي ماها انتي كالاتو ترددان لغسوق هذا أيو لكو قوي شان كن أو كيلومتر معنى وحويه وحي كدارت هاي سانسلايا هاي هذا كيب تاون كسور دقاغضو وكونفورتا أفريكا وقوهو سيسا
ilaa iyo waqooyigeeda masar waxay la tahay inay ka badnaanayso. Wuxuu leeyahay intaas lug baan ku gooyay, dhulka uu maray lama xisaabin karo, bayn alkuufa ilaa baqdaad keliya dhulka ciraaq dhexdiisa inta jeeraan maray ma tirin karo, wamin maka ila almadiinana ma tirin karo maraatin, wamin albaxri waxaan ka soo fuulay ka soo degay buu yidhi doon sala almaqrib alaqsa waa dhulkan marook, halkaa markaan ka soo degay ilaa masar waxaan ku imi maashiyan anoo lugku socdaan ku imi, wamin misra ila ramlati maashiyan dhulka falastiin agteeda weeye, wamin aramlati ila beyt almaqdis haddana lug baan ku tegey, waramla ila casqalaan, wamin casqalaan ila ramla mara ukhra, wamin aramla ila tabariya, waminha ila dimashq, dimashqna waxaan uga baxay ximis, ximisna waxaan uga sii baxay antaakiya. Antaakiya dhulkan turkiya hadda raacsan tahay oo suuriya iyo turkiga meelaha iska galaan bay u dhowday, uma ila tarsuus, uma cawda haddana waan soo noqday ilaa ximis. waxaa igu harsanaa ximis axaadiis aan ka soo qaado buu yidhi min xadiidi abilyamaan, dhowr xadiis oo iga harsanaa inaan ka soo qoro, fasamictuhu uma madaytu ilaa ximis uma ilaa baysaan uma ilaa riqa, riqa ayaan markaa doon ka soo fuulay buu yidhi oo webiga furaat baqdaad baan ku imi, kadibna safartii dib ayuu ugu noqday ila ray 7 sano iyo xoogaa bay safartaas u qaadatay, waa rixladii koowaad oo u galo, cumrigeyguna markaa 20 jir baan ahaa. Rixlo labaad oo haddana 3 sano ah ayuu galay isagoo 47 jir ah oo 50-kii ku dhadhow, intaasna wuxuu maray inuu ilaaliyo sunnadii nebiga calayhi salaam oo cilmigana uu ururiyo, cilmi ururiyo. waxaad marka qiyaasi kartaa inta uu dad iyo culimo wax ka qoray oo la fariistay dhulka uu marayay iyo inta uu rafaad u maray. taas waa tusaale. su-aalo labaad aad bay fara badan yihiin kumayaal, way kutubbaana laga alifay. waa dhinaca kale waxaan aadaynaa adduunka geeskiisa kale, caalam almuslim alandalus, alimaam baqiy ibn makhlad alandalusi, abu cabdiraxmaan baqiy ibn makhlad alandalusi alxaafid 201 buu dhashay, 276 buu dhintay raxmat ullaahi tacaala calayhi wacalaa saa'iri culamaai almuslimiin. Baqdaad ayuu usoo safray, wuxuuna ka soo safray andalus. Andalus waa dhulkan isbain hadda la yidhaahdo, waana soo lugeeyey, lug buu intaa ku soo maray min andalus ilaa iyo baqdaad. wuxuuna u socday imaam axmed, axmed bin xambal raxmat ullaahi calayhi, inuu cilmiga inuu soo arko cilmigana ka soo qaado axaadiisna ka soo qoro. dabcan wuxuu soo maray markaa shaam, masar buu soo maray, shaam buu soo maray, falastiin buu soo maray, wuxuu soo maray xijaaz, maka iyo madiino soo maray, kadibna wuxuu tegay ciraaq iyo baqdaad. intaasuu socdayna cilmiga uu qoray ma aha inuu imaam axmedna uu ku socday. markuu ku soo dhowaaday buu yidhi, baqdaad uu ku soo dhowaaday ayaa waxaa loo sheegay imaam axmed inuu mixnad ku jiro. waxaa jirtay fitnadii muctaziladu ay kiciyeen oo ahayd fitnatu khalqi alqur'aan, oo culimmadii salafka lagu haystay, ninkii markaa khaliifada cabaasiga ahaana uu fikradda qaatay bidcada ah, kadibna imaamka iyo imaamyo kale oo dhan ayaa lagu dilay dad badan, imaamkuna markaa imtixaan buu ku jiray. arrinkan markii la ii sheegay dib umaana noqon buu yidhi, mar baan hakaday, laakiin baqdaad baan tegay, meel yacni hoteel ah baan ku degan kiraystay, kadibna xalqada masaajidkan tegay. nin ayaan xalqadiisa imi, sheekh ah oo muxadith ah oo waramaya axaadiis akhrinaya, rijaashana la weydiinayo, nin dhinacayga fadhiyaan weydiiyey, ninkan waa kuma baan ku yidhi, wuxuu yidhi waa Yaxya ibnu Maciin raxmat ullaahi calayh, zamiil buuna la ahaa imaam axmed raxmahum ullaahu ajmaciin. marka wuxuu yidhi su-aalaan weydiiyey, waxaan ku yidhi niyow, waxaan nin qariib ah, dhul fogna ka yimi,
dhowr su-aalood baan weydiiyey, dhowr culimaah baan wax ka weydiiyey, rijaalulxadiid ah wuu iga jawaabay. Kadibna waxaan idhi axmed ibni xambal ka waran, markaasuu yidhi maanigoo kale ayaa axmed ibni xambal i weydiinaysa, oo axmed ibni xambal yacni xukumaya, ninkaas waa imaam buu yidhi, imaam muslimiin. Kadibna waxaan damcay inaan gurigiisii soo aado, waxaa laygu yidhi haddaad meesha tagto waa lagu xirayaa ama waa lagu dilayaa, oo imaam gurigiisa gaar baa laga haya. Tartiib baan usoo socday, waqti dahiiradii ah albaabkan garaacay, albaabka markaan garaacay ayuu albaabka iga furay, imaamkii baa iga furay. Waxaan ku yidhi, buu yidhi waa nin qariibaan ahay, taalibu xadiid ah, andalus baana ka soo safray, adiga dartaabana waxyaalaha aan usoo safray ugu weynaa inaad axaadiis aan kaa qaado. waana maqlay xaaladdu inaan horta soo gal, buyuri guduhaan soo galay, guduhu soo geliyey daaradda, gurigu soo geliyey daaradda. Guriga markuu soo geliyey ayuu wuxuu yidhi, miyaan laguu sheegin inaan gaar layga hayo, mixnad aan ku jiro, imtixaaman ahay, oo cidna aanan ii imaan karin masaajidda iyo meelahan aanan fariisan karin oo aanan wax ka sheegi karin. Waa la ii sheegay, buu yidhi, laakiin safartaas dheer baan soo galay, adigaana kuu socday. aniga waxaa igu filan maalin walba inaan kuu imaado waqti mucayana hoosaan oo kaleta ah, hal xadiis ama laba xadiis haddaad ii sheegto waa kifaaya, maalin walba intaasaan ku qancayaa. dabeedna wuxuu yidhi, dee xalaqaadka meelaha inaad tagto maaha, haddii aad saas doonayso shardi weeye baan yidhi. sideed ku imaanaysaa, buu yidhi, waa lagu arkayaa. waxaan iska soo dhigayaa, buu yidhi, nin miskiina oo tuugsanaya, miskiina oo tuugsanaya ayaan iska soo dhigaya. albaabkan soo garaacayaa, hal xadiis laba xadiis baad ii tuuraysaa intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa gaarsiiyo. qalinkaygii iyo dawaadaydana waan soo qaadanayaa, waayahay meel kale laakiin waa inadan tegin si aan arrinku u faafin. sidii baan ku heshiinay, subaxdi waxaan soo xirtay mara khirqad ahaan madaxa ku xirtay, ul baan soo qaatay, waxaan iska soo dhigay nin miskiinaho baryaay. halkaasna waxaan soo gashaday dawaadaydii iyo warqaday, qalinkii buuggan wax ku qoran lahaaba halka soo gashaday. kadibna albaabkan soo qaraca, waxaan ahaa miskiin lillaah, waa nin miskiinaho tuugsanaya. albaabka laga furaa, hal xadiis, laba xadiis, saddex xadiis, afar xadiis, wuxuu ilaahay qoray buu ii sheega. waan qorta, waan taga dhag, waan baxa. muddo saan adoo ku jira, buu yidhi, ayaa ninkii amiirka ahaa, khaliifadii cabaasiga ahaa ee mixnada waday ayaa dhintay. ninkii kale ayimi, wuxuu noqday nin ahlu sunna ah, imaamkiina mixnadii waa laga qaaday. kadibna xalaqadiisii iyo masjidkiisii baa loo ogolaaday. kadib markaan soo fariisto, buu yidhi, xalqada masjidka ayuu wuxuu ku oran jiray ardayda, taalibulcilmi, haddii aad rabtaan waa ka ninkan oo kaleeto arka. yacni inta safaraan soo galay, inta dhimas wuxuu dhihi jiray ninkan oo kale ayaa arday cilmi raadinaya, wuuna isoo dhoweyn jiray, aadna wuu isoo dhoweyn jiray. waan xanuunsaday, buu yidhi. kadib wuu i waayey imaamkii maalin iyo labo, meesha iga waayey isagoo socda oo ardaydiisay la socoto, magaaladii dhan daba guurayso ayuu hoteelkii igu yimi. markaasaa uu yidhi, maaragtay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku caafin doona, waa imtixaan, waa kadib soo ziyaartay hadalla maaragtay qaboojiya. hadallada uu oranayo, buu yidhi, kumanyaal arday ah baa la socoto, kelimadiisu dhulka ma dhacayso, horaa laga qoraya, kelimad kasta uu sheego horay ka qorayaan. marka wuu tegey. kadibna qoladii hoteelku si wanaagsan bay ii hagaajiyeen, nin firaashi ii keena, nin cunto ii keena, nin alaab ii keena. waxaa la yidhi imaamkii baa soo ziyaartay, imaam axmed ibni xambal, imaam muslimiin ayaa maaragtay maanta yimi meesha. marka aada bay ii wanaajiyeen si aan gurigiiga xataa intaan joogi lahaa aanan la ii galeen. kadibna wuxuu ku noqday imaam yacni baqiy ibn makhlad, makhlad raxmat ullaahi tacaala calayh, andalus buu ku noqday. halkaasuu cilmiga ku faafiyey, xadiiskana laga qaadan jiray, kutubo badanna saasuu ku qoray, axaadiistiisu ay caalamku faaftay. taasuna waa qisa kale, kuma sii dheeraanayo, laakiin intaas waxaan u xusaya waxay caddaynaysaa waxa aynu u jeedno iyo qaabka aynu wax u wadno. laakiin hal qiso oo kaleeto aan iyadana ku daro, oo dhinaca aadaabta ilaalinaysa, ka wax ka tilmaamaysa
إمام مالك رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة سنقنها وأنا من الأئمة الأربعة المتبوعين أفرت إمام يا مسلمين تما أنت عالم كقنول إيكال الرعسيين فقه قود أي يكمد يا هاي إمام دار الهجرة إمام مالك رحمة الله عليه وحويمي نن أرضيا وأندلس السقنا كيمي ويحيى بن يحيى الليثي ليرة ننكاس هدو يمي شيخ حلقة سفر سنجري أحاديثنا وكدقي سنجري موطأ وإمامك اللي في كتابك سموطأ أنا وكوري شيء لما أنت سوك آخر استين ما للم المها كم إذا هي واحد عضي وحلي المرودي بي من مدينة مرودي لول كاس نادي لول مرودي وكنا لي هاي معها وغابات ملا صدقتهين marka dadkii masajidka jooga dhan way yaaceen buur banaanka u yahay waxaan isaga ka ahay imaamku wuxuu qiri maxaa dhacay adiga u bixi wees anigu uma aanin imaam buuri maroodi inaan soo arkay adigaan ku weeyeen cilmiga soo qaato marka aad bay u cajabisay aadna uu soo dhaweeyay muddo kadibna uu ka soo tagay Iraq uu soo maray Baqdaad buu tagay halkaasay kaga qaateen culimo badani أي كم ديهن إمامية كم ذا أئمة المسلمين تها حديث كمالك وحكم ذا إمام مسلم أو صحيح سكجورين أي شيخ يسوي يحيى بن يحيى شو يخدس كم ذي هاي إمام مسلم هدي هذا خرس واحد كوار كيسا حدثنا يحيى حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أرانا سنة كيس مركا حديثي بكقاتن غير بغداد كدب نوح وكون غضي أندلس مركو أندلس كسي سعدي مصر بوسي مر مصر واحد جوغي إمام عالم أو لا أقران إمام مالك لنا طبقة طبقة ديسة لكن مذهب كيسو آذو مفافين أو من نقون مذهب علم ومضوير عصانتها وحير هذا أرضي ديسي باضي عضي إمام ليث بن سعد ليث بن سعد وحوها إمام كمصر مركاس وأيمي مركا يحيى بن يحيى وحوقفت إمام الملمه كم إذا هجانك دابدي وصارنا أيه هجانك وقفت وكوك حي إمامك سوى تواضع أي خدمة وغصمين يا شيخة مركا سوحو يريا بني خدمك العلم علمه هكو خدمي يعني سادي هكو خدمي سي علمه هكو خدمي مركا دعا سوى هريبا يرهدان علمه سيردي سقرياءه markii uu ku noqday andalus yahya ibn yahya rahmatullahi alayhi wa kam bi yahay dadka madhabkas malik iyo ilmigiisa ku faafiyay dhulkaas andalus iyo maghrib al arab san ognahay andalus iyo waqooyiga afrika oo dhan wuxuu raacsan yahay madhabka imam malik rahmatullahi alayhi wa mawdah inta aan ka soo noqdo waxaan u soo noqonayaa إن أن وحكترت المام النظري أهان وحيالها اللبة هي صدح قيبوت بين وقيبين قفك طالب العلم أما قفك استوى مسلم ما قدتك أرضي ذاك لي وقفك استوى مسلم هي قبرك استوى مسلم ذا ويبا هيهين إن أرن كان أي كردق ما نويد قيستان وحين وقيبين صدح قيبوت إنه كدس ناضه قفك مسلم كا جود أهان قار أهان قفك علمي قرادين إياه أما دعوة إي علمي كشقينا صدح ذاقا يبوضو حنوقي بنكرنا أولا دسمها إيمانك إيو دسمها أقونت إيو دسمها أخلاق صدح ذاس لنا إنه كدسين يهي أيوباهي دسمها كواد أو لا أنتس أن وحبس ورتجلهين وحوية دسمها إيماني ودسمها إيمانك إيمان كيس إنو دسو إنو دسي هي إيمان كيس ونجاره هيركا يقينتها يقين صدو إلهي سبحانه وتعالى وحده إنو يهي كليجيس متك حق لقو عابده هديتها هي كليجيس متك وح أبوري عدك لو حبرت مجرت إلهينا قرآن كريم كأحمل بدن كسوع العليا أضامه سا ونحصوصيه إدوح أبورت إنان يشرين عن سجاهين
gaaladana wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula dooda ma cid kaleeto wax abuurtay baad caabudaysaan, ma cid aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn oo wax abuurtay baa jira. Afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadhakkaru. Meel kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hada khalqu llahi faaruunii maadaa khalaqa alladiina min duuni bal idhaalimuuna fi dhalaalin mubiin. لإله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مركا خلق يا أبو ردة إله سبحانه وتعالى وحوى يودي سوقوين ولقوا عبدوا ولقوا نبرتوا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما رزقناه. إلهي سبحانه وتعالى حلي مركو إلهي سيه ذرية ديب أيو شركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إلهي سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. مركا هدي أدعوغاته ضدكو إن بدن ويؤجيهين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكن يقينسي أي كرعان هنا يعني إساق كليكس عابدان أرنكاس بانشري. إلهي سبحانه وتعالى مركا إن إيمان كيس قفكا ومن كأود سيها هي هير يقين أوغاره وأنا مد إلهي سبحانه وتعالى أنبيدي ساء وكتل ما إلهي وحلي النبي الله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليكون من الموقنين. مركا إنو أدون كلي هي يقين هير يقين قارو هدو هير يقين قارو إلهي سبحانه وتعالى وكعابده أو كوكرسويه أو إخلاص ويه عبادة ديسة عدك لا تؤو مركا سيو اهتمام مجريس حبيرات عن الله سبحانه وتعالى هدي الله إلهو ولو قبيا حبات ما تساوي عنده شيء. نبي الله إبراهيم ضبك على قطور حبيا حبك موبك ولو نفينا يا حبات نبي قال عليه الصلاة والسلام وحدهن أن دلن أن نفين أن حرن أن وحاصرن وحبك ميرا حاد عي إلهي سبحانه وتعالى قلبت هذا عظمة إلهي سبحانه وتعالى إيه إني رغبضه أي تهي إلهي سبحانه وتعالى يقلبي وذك جرتاس وقضب كوان قضب كالباد وحق إيماني وحويه إن طالب العلم يقول هذا حظ من العباد حظ من العباد إني جرت عباده أذيق إيه إلهي سبحانه وتعالى إذن كرد حيث وسرأة ورب سبحانه وتعالى تقول وانس إخلاص كأغنات حق جنس وبمعنى هل نقط الصون هل نقط الصلاة هل نقط الذكر إلهي سبحانه وتعالى قلبي قاقو وكحري هاي إلهي سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. إلهي سبحانه وتعالى هذا قد وانيسو هل نقط الصلاة هل نقط الذكر هل نقط قيام الليل هل نقط الصلاة الضحى هل نقط النوافل. حديث النبي كان عليه الصلاة والسلام قدسي أها إلهي كسوري وحو أها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. كإله سبحانه وتعالى جعل أنت سنتكوه إليه ستاس قدوك صدحات أما تيرك صدحات وبناء إيمانك أما دسمها إيمانك طالب العلم أما قفك مسلم كابا قدها وحويه الدار الآخر تذكر الآخر هدانو قلبك سو آخرة كحرنين طالب العلم أما قفك مسلم كابا وحو سمينا نفع ميالنا بركنا ميالنا بركة ميالنا تاسنا وحوي سبب تيضو الدنك وامتحان هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلهي سبحانه وتعالى في تم بضاني امتحانات بدن بقلي وحالقو امتحامي الضمر وحالقو امتحامي حوله وحالقو امتحامي أود يحكم يسلطه waxaa lagu imtixaani jaah iyo magac iyo maqal waxaa lagu imtixaani dadka iyo amaantood iyo xood iyo muqaal
inaad muuqato. Waxaa lagu imtixaami dadka adiga ku ayidaya muayidiintaada ama ku jecel, waxaasoo dhan waa imtixaanaad, waa fitno. Nebiga calayhi salaatu wasalaam wakalla maa taraktu bacdii fitna adara cala rijaali min annisaa, dumar wax uga fidna badan rag gadaashay kamaanan tegin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wa kaloo yidhi maa dhi'baani jaa'icaani ursilaa fii ghanamin, laba weer oo lagu sii daayay xoolo meel ku xiran zariibad ku jira, laba weeroo gaajaysan oo la gaajaysiiyey xoolo zariibad ku jira, hadday u yimaadaan maxaad ka tasawuraysaa inuu ku samaynaya? Calool soo dhacday, miday cunayaan, luqunta miday ku dhigeen, dhiig ay daadiyeen meeshoo dhan, soo yacni dhiig iyo hilib ma noqonayso. Labadaas ugama fasaad badna buu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam. qofka muslimka diintiisa ya jeclaanta maalka iyo magaca soo jeeday aafad, hadduu jeclaado magac in la sheego iyo inuu muuqdo xubu dhuhuur, hadduu jeclaado xoolaha biayi wajhin kaanad meeshay ka imaanaysaa ka timaada, labada aafo hadday hesho labada weer sida ay xoolaha u baabi'iyeen oo kale ayay labadan oo diintiisa u baabi'inayaan, nag uga dhigaan, waxba usoo hari maayaan. Marka salaadiisi, cibaadadiisi, soonkiisi, waxba kasoo hari maayaan iimaankiisi. Waxaa dhacay waxaa baabi'inaya maalka jeclaantiisa iyo jeclaanta muuqaalkiiyo magaca iyo duhuurka iyo xubu duhuur. Ha lagu sheego aada muuqato, aada adigu sarrayso, aada adigu xukunto, aada adigu muuqato qofka magaca leh aad noqoto adduunka, labadaas baa bani aadamka baabi'inaa yiri maanba xulaysa. Marka waxaa kugu kaalmayn kara ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa keesa kow waxaa weeye tadakkuru daar alaakhira. Haddii qofku uu aakhiro indhihiisa ay horfaay hor yaallaan, qabrigu hor yaal, aakhiro horta, daarul aakhira ay hortaal, waxyaalahan biidni illaahi wuu ka gudbi doonaa, waxayna u noqon doontaa maciinka uu kaga gudbo. ilaahi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa saalixiinta ahna saasuu ugu qaarsay inna akhlasnaahum bikhaalisatin dhikra ddaar, akhlasnaahum bikhaalisatin dhikra ddaar wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah. Marka haddii qofka muslimka iyo gabadha muslimada, qofka taalibulcilmiga iyo qofka cilmiga raadinaya ama dacwo ka shaqaynaya ama diin ka shaqaynaya, hadduu aakhiro xusuusteeda iyo alle subxaanahu wa tacaala is-hortaagiddiisa uu indhihiisa hor dhigo had iyo jeer, waxyaalo badan oo naftiisu ay doonayso, ay jeceshahay, kuwaas waasinayso, shaydaankiisu u keeg, waxaasoo dhammi way baaba'ayaan, waxay ku baaba'ayaan bijaanibi xubil aakhira. arrinka ugu dambeeya oo ku saabsan xagga iimaanka waxa weeye iyo dhismihiisa, inaad yeelato manhaj fi liqtidaa, manhaj fi talab wa manhaj fi liqtidaa, dariiqo aad ugu dayanayso oo ka raacayso cilmiga, taasuna waxa weeye inaad turaafka iyo waxa culimmadii hore salafka ahaa iyo saxaabadii ay ahaayeen inaad u akhriso oo u qaadato si mizaaman, si mizaaman, oo aan ifraad iyo tafriid aanay ku jirin. haddaan misaal usoo qaadano, dadka qaar baa waxay jecel yihiin dhinaca adayga, qaarna waxay jecel yihiin dhinaca fudaydka. mar walba fudaydku sax maaha, mar walba adayguna sax maaha. haddii aad tiraahdo niyow aad adaygan ma iska daysto, wuxuu ku leeyahay cumar ibn Khattaab radia allahu canhu, hadduu garaaco wax wa xanuujin jiray, hadduu hadalka yeriyana waa la maqli jiray. waa inaad maarata marka shidda fi diin aad lahaato. haddii aad kale la hadashana wuxuu ku leeyahay kaana abu bakr rajulan raqiiqan asiifan ayuha. labada manhajba sax maa xaqiiqatan, waxa weeye shay walba meeshiisa in la dhigo. taasna macnahan ula jeednaa waxa weeye
siiradii iyo taariikhdii dadkii saalixiinta ahaa, salafka saalix ahaa, meel aanay lahayn ha dhigin oo qaldan ha dhigin. Hadhow manhajka kaa halaabay, manhajka ayaa kaa halaabay. Abubakar radiallahu canhu sow maaha nin raqiiq ahaa, sow maaha nin asiif ah oo ku oynaya qur-aanka haddii uu istaago salaad, haddana waa ninka maalintii riddadu ay dhacday yidhi wallaahi low manacuunii ciqaalan ciqaalan kaanuu yu'adduunaha lirasuuli illahi sal alla slam laqaataltuhum caleyh, waa kula dagaalamay. Saxaabado dhan mowqif adag oo aan istaagin buu istaag. Markii ay dhacday qisatu lifk yacni sheekadii lagu been abuurtay caaisha radia allahu canha ummulmuminiin, waxyigu muddo ayuu ka aamusay oo aan wax ka soo degin qisada, maadaama waxyigii uu ka aamusay oo cabaar uu ka arrinkaa ka maqnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka aamusay arrinka. Caaisha reerkooday aaday, nebiguna calayhi salaam wax go-aana ma qaadan, siideyn iyo hayn midna ma qaadan go-aan. Haddii nebiga calayhi salaam uu aamusay, waxyigiina uu aamusay, Abubakar oo aabbaheed ah hal kelimo kuma uu darsan oo gabadhiisa uu ku difaacay, ma uu yandhihin intuu soo istaago war nimanka waxaan gabadhayda ka sheegay, taan isla marna waa la arki doon ma dhihin shib buu yidhi sonaafka sumaysa qur-aankii baa ka aamusay. Nebiguna calayhi salatu wasalaam haddii qur-aankii aamusay, isaguna amar ilaahay buu sugayaa, wuu aamusay. Abubakarna radia allahu canhu si kasto ay arrintu daqdi ugu hayso dhib ugu hayso wuu aamusay. Hada huwa almanhaj, waana saa u qaadataa marka noloshiisa oo mowqifkiisa adag iyo xaaladiisa iyo say tahay waa inaad ku akhrisaa, maaha inaad dhinac ka qaadato. Taasuna waxay manhajka yacni inaad yeelato ku dayashada asxaabta, waxay u baahan tahay inaad siiradooda iyo taariikhda iyo asbaabaha wax ku yimaadeen iyo qaabkay u tarbiyoobeen inaad wax badan aad u fiiro u yeelato oo aad ku noqnoqoto oo aad akhriso oo aad fahamto ilaa ay qalbigaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dejiyo inaad waddadoodii oo kaleeto iyo fahamkoodii aad qaadato. Qabuulka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu qofka uu ku daydo dadkaa wanaagsan, saxaabadii ka soo bilow, culimmadii ku dar, waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu siinayaa qabuul. Ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadana magac buu keenay. Arrinkaasu waxau keenayaa warac qofku inuu yeesho, inuu yacni ka haro dadka iyo adduunyada waxa ku jira. Thaaniyan, inuu ogaado bani aadamka iskhilaafkiisa iyo inay wax isku khilaafaan arrin dabiiciya inay tahay bay ku beeraysaa, oo saxaabada taariikhdoodii iyo siiradoodii iyo taabiciintu iyo culimmadii marka uu akhriyo oo siyarkaas u firiyo oo iqtidaa uu kaga daydo siday ahaayeen, waxay keenaysaa inay agtiisa dabiici ka noqoto dadku inay iskhilaafi karaan, ra'yigu inuu kala duwanaan karo, arrinkaasuna warac iyo aakhirada eegitaankeeda inay ka mancinayso inuu tacniyo qofka walaalkiisa hadduu ku khilaafo ra'yi ama uu ku khilaafo shay kale, inuu arrinkaas waxaa u diidaya aakhiro xusuusashadeeda aan soo sheegnay iyo ku dayashada dadkii wanaagsanaa iyo inuu fahmo dabiicaddu sida ay ahayd, sida dabiicaddoodu ee diinta ay ahayd. Waa meesha uu ku soo gaabiyey alimaam shaatibi raxmatullaahi calayhi isagoo ka hadlaya arrinkaasoo kale, wuxuu yidhi wawaajibun cinda ikhtilaafi alfahmi ixsaanuna adanna biahli lcilm, ixsaanuna adanna biahli lcilm. Dhinacaas haddaan uga soo gudbo intaa imaaniga waxa weeye xagga cilmiga, waxaa loo baahayay qofka taalibilcilmiga inuu naftiisa tathqiif ku sameeyo, bimacnaa inuu aad ugu noqdo oo akhriyo kutubu turaath, turaathkii culimmadeennu ay ka tageen. Waxyaalaha aan ishaarayo waa waxyaalaha aan isleeyahay waa waxyaalaha talabatulcilmiga ka dhiman, meelaha loogu baahi badan yahay. Waxyaalo badan waa sheegsheegi karnaa, laakiin waxaan soo qaadayaa waxyaalaha ugu baahi badan oo aan isleeyahay. Ghaflad baa kaga jirta marar badan tulaabulcilmiga. Marka taalibulcilmigu ama qofka
علمك هي الدعوة كشقيني أما الرياديني أما علمك دوني إنه برتو وضديس أمره وحبها هي هاي تثقيف اطلاع ونأكسن إنه قلي يا هاي تاريخ ذي علوم ذي وحي القرآن خاصة علوم تآلد علوم تآلد لغة عربية شعر كذا آداب كذا بلاغة كذا قصة هي كسوق هذا تصالح الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه إمام مفسره إمام يضع عصر قاموه وحوتك السودان السودان بوتك السودان مركو تجي أدبل لسو دوويي أدبل لسو دوويي وحبضا ما لقفة إيدهستي سؤال با شيخ اللوي ديمالين إساقو ميل محاضرته وحالا يلي ما هو آخر كتاب قرأته كتابه قد ما هي آخر الشيخ محوية هاي بيران أرضي ذا قربوي وحوية لي آخر كتاب قرأته ديوان عمر بن أبي ربيعة دهشة باقو دعا ذوي ورشيخ قبيدي عمر بن أبي ربيعة وكتابه قد ما هي آخر يوم يا عمر بن أبي ربيعة يعني سان أغنى يوح وكجرة شعر كيسو سوء بذي هاي أردن وضمرك هي غزل كوضوك هذا سوء بذي قوي كيسو ضمركو هل قبصنا أيوه بلا يوكو هل قبصنا أيوه يه أمن آل نعم أنت فمبكر وقصيدة دي سا بير آل نعم قبر داس يعني رير نعمي هايدو كو هل قبصنا أيوه مرء يري ابن عباس ابن عباس باكو أركي مكة مركزو يري سو أخري قصيدة ذا قصيدة دي بكو أخري تضبات يحوغ بيتوي مرلبات كمو علين هل مر بكو حفظي عبد الله بن عباس وحيول مكو قسو عليا وقسو علي وحيول قضال قضال مو قسو عليا ماشي بيت كو قدم بيان كسو بلاوي كي أهر ريبا كو كينيا مركزو بيت كو قدم بي انتو كسو بلاوي بكو أهر ريبا كو كينيا مركا ننكاس وين ننكا أولي هاي الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه ديوان كيسيبوها وحو قدام يو عن خري وحو أركي مركا وجيه دي دلن يرضا وحوغا يابان وذا دي وا يابان وروي الشيخ محاكو دعاية قبيو أخرنا يا مياه ونن ماركتي دمر ون هاي صهود إيو دمر إنو ماركتي يا شكان سيقود إيو حاسي كهد الله مركا الشيخ وحو يري وحانو أخرنا يا ديوان عمر بن أبي الربيعة لأنه عربي قرشي كوسو ما لغة عربية هو قريش نهوكها الله وحان أوكا الميسان إن فهموه كتابك ربك سبحانه وتعالى أي لغة قريش بكسودك لغة عربية بكسودك ساس درت يعني طالب العلم وإنو ثقافة أولي هاي أقون أولي هاي وحياله اهتمام كسينا ينا أي كمية هاي إنو أخريو آدابتي عربت إيه تاريخ ذو إيه اللغة ذو إيه شعر كذا ثم بعد ذلك نحوه هذا علماء وحي كقرآن نحوها يعني مدرسة الكوفة هي مدرسة البصرة لبعض الأصل لوكال قيبي نحوها لبعض مدرسة إني كليهين ومارة علماء بدن هيك صوب حين إيه وحي لها قصاب صنودن إن قفكو وإياه شو إلمام هي اللبة هي وثقافة دي صعوبة لاريو أدبي مهم وتهي وحكلته مهمة حق بناء علمها وحيالها أفايدين إياها وفق طالب العلم سيرة علماء وحيالها مهم كأي ضدك آتك وير طلاب العلم بكمت على قيا بقفكم إنه أخرجته كتاب نحوكها كتاب عقيدة كتاب يعني فقهية لكن تاريخ ذي علماء ذي وحكم قرتي هي علم كانتي iyo say ahaayeen u dhaqmi jiray si uu u dhaqmo oo wadadeedii uga raaco inaan waxba ka garanay taariikhooda waxba ka garanay culimadaas oo ugu horeeyaan masalan markii laga yimaado yaani saxaabada iyo tabiinta a'immatul madahib al-arba'a afarta imaame ilaahay dhulka qabulka uu u dhigay maanta muslimiintu ay raacisay diintooda maxay ku soo baxeen waxay yiraahdaan culimadu khaasatan qofka hadii uu
يعني يشو ضدك مسلمين تقبل وكل يهي وقبول إلهي حقيس أهبي دليلته إلهي سبحانه وتعالى النبي الله إبراهيم وحي وآتيناه في الدنيا حسنة إمام بو إلهي كده إني جاعلك للناس إماما وأنا حسنة إلهي أدونك أكسي وآتيناه في الدنيا حسنة سيان الله أقوم ولا إن مرك آخرة سيني بابا أنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين مرك حديثك النبي عليه الصلاة والسلام نوش يقنا إلهي سبحانه وتعالى أدونك هدوك على هذا جبريل بو يرى وحيرا هذا جبريل هبل وان جعلها جعلو جبريل باجعل هذا جبريل مركو جعل هذا ملائكته يماذا وحيرا هذا ملائكي إلهي هبل بو جعلي هاي إذن كنا جعل هذا أنا قنا وان جعل إذن كنا جعل هذا ملائكتنا وي جعلاته ملائكتنا مركا جعلاته ثم يوضع له القبول في الأرض دولك لوسد جيا مركا جعيل كيسي با دولك لوسد جيا سمد قفل قا جعل هذا يو مركا علماء دين تحفظ إلهي كحفظي وحسوا ملايينهم مسلمين قلب قوضوا كعلقين يهي ما عيار وحق إلهي سبحانه وتعالى كوكل هذا سيرا ذا مركين أخرننا وحنو أركينا وحنو أركينا تقوى ذا إلهي سبحانه وتعالى ودواشون دينو سوي الدين يعني وفيات كودي مثلا إمام أبو حنيفة وقوه الرئي حق تاريخ ذي زمنك صوبحتانك ثم إمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين هدي أضف رسالتنا إيقو سيسكو أهايين أبو حنيفة وقوه الرئي 80 كي إلى بقوليو كنتون كيبو النورا بقوليو كنتون كيبو دينت قرنك اللباتو بقوليو كنتون هجرية إمام مالك محيري إمام مالك وسيو كحيقي وحيري أبو حنيفة رحمة الله عليه تير كان مساجد ككويال حداد كل الضوضة إنه كان دا دعيو إنه ذهب يهي وأو ذاب ير حجدي سسدي أحق بضنت هاي تير كان وذهب إنه قراو قادر دعكر أنا كان قوي الحج وعن أذ حج أذق وعن انتقية أو أن كقاضم وحباء نمنك حكامتي ومرضي وخلفاء وحوانك قاضي حتى والغد لي والغد باتي دكان وحولها دركي وحاسي ضدب وشقين جري وكش ما ينجر كتجاري سبت وحي رهدان علماء مركة أي ترجمة ديسا إمام الذهبي سير أعلام النبلة وعليا كان من أذكياء بني آدم ما هي يعني أذكياء عصر قيس عجوه أذكياء بني آدم بني آدم ورنوح أو ردتك عقل بضان بكم ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله يعني أي إمام مالك رحمة الله عليه سقو حد أنت بقولت الضباطن يا سقالك وحير بكدم بي يعني مدينة أنت بضان كمو بحن إمام مالك رحمة الله عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ماشي والليد يقري قيدي بوكو برباري علمينا وكقاتي تابعين تيبو علمك كقاتي مركا علمك سهل كاسو كفافي إلهي سبحانه وتعالى قبولك وقودك كتاب موطعانا ومتك ألفي إمام الشافعي رحمة الله عليه وحو تلميذ إمام مالك حلقة دي سنية ومحايا لي وكيرا وكدن به إمام مالك إمام شافعي بقول يكونتن كيبو دشا إمام حنيفة مركو دنتي أيو دشا إمام مالك إمام شافعي ودشا بقول يكونتن وحو يمي مدينة وحو تلميذ أرضي إمام مالك إمام مالك وحو مركا مدرسة أم ذحيها مدرسة أثرك بمعنى أحاديث إيه الرأي ماشا إمام أبو حنيفة إيه أرضي ديسو وعراق تشوغي إيه أي تهي مدرسة الرأي يعني حق اجتهادك إيه الرأي إنه يبضنا يعني فقه استنباطك إمام شافعي مركو كصوبة حي مدرسة ده. إمام مالك وحو يمي عراق بوي مو يسوق قال إمام أبو حنيفة لكن وحسوق قال محمد بن الحسن أو تلميذ الإمام مالك سوى علم قادنا كقات ساسي وحي أويرا هذا إمام شافعي رحمة الله عليه وحو كل مية اللبدي مدرسه مدي أثر كآهيد إيا حديث كإيا سانت كإيو مدي آهيد فكر كإيا رأي كإيا اجتهاد كلبدي بو كل مية إساقنا وحا تلميذ أنه قضيه أرضي دي سكمي ده
أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إمام يضان مركة عداود دي دباتة دي مشاكل كي يوحي الله الله نحن قايا مذاهبت هر اي قارتو إنان أفرتو وذا تكن ووحق ذلك يمي وقرونت متأخر كايدا مسلمين تو أي ضعيفين ويبابين جهل ومارت يتعصب صوق لي أي وحا صوق شيء إن أفرتو هل مسجد أفر صلاطات أي كلا حرتان وهل كاس حنفية كتو كتو هل كاسنا مالكية كتو كتو حقا شافعية كتو كتو حقا سنا حنابلة ذي كتو كتو وحكد عجرتي كعبض هي مسجد الحرام بكد عجر أفر إمام بيكل الله يعني إمام الشافعية إمام الحنابلة إمام المالكية إمام الأحناف بينها وحاس مجرين زمن كي إمام يضوي صباحين مجر وتعصب يتقليد صقر وحول بقى مدرسة كست واحد وجانيسة أول السمايو وحاسوق لي مدمر كيس عطه تقليد هي انحراف هي تعصب قفك مسلم كاسديس أنا وح على جل لجلد قال لهم يا فكر كيس إنه قالوا وح لا يرى هذا تعصب هي وح لا يرى هذا تقليد إن دلع لبضع أسبوع الله قال ترى شرع هذا كلا درى ريس دين تنا كل سنين تقليد أعمى تقليد إسك إن دلع ريرك وح يرى هذا بانهاي حقي حق وما الله يحفظه أركي وحي راهم بانا حقي حق وما الله يحفظه قفك مسلم كأساس ما وقف مسلمة وحرأة ماشي حق كي ماذا بقاطة حتى حق الشيطان كوادوك يا نبا لقا قال شيطان سو شيطان ما وعدو إلهي ما ولقا قاطة هاي أبو هريرة آية الكرسي كماركو أشياء نبينا عليه السلام حبير صداقك وهو كذوب وبيانال لكن مدا رمبو كشياء وتقاعد الناس من قف مسلم كاي وقف ساس ساسان ربا طالب العلم جو مرك أوه الرئيس بإنه فكر كيس وكل سناخ أيال ربا إنه كده يعني علماء دي أصل كي إنه النقض أو كجذبه وحيلا انحطاط كه جدال كي يميت عصبات كه إنه كجذب اللب هي هاي وحكم ده أرنكا إنه مرك علم كيس أوفا فيه كنيسة أوفق كيس إنه واسع إنه إنه مسكح دي سواسعية طالب العلم وعلومت مذاهبت علمته سيحبه على جيين أدلة سيقاتين سيدي أمارتي أفهميين إنه أخريه إنه مذهب كي سبابي وحيالها صباحا يقربك بضن وأرنكا خلاف صباحا كم ده طالب العلم هديو النقضة مد هل توبو أما هل دون أما هل دكلية وحكو دقيس هذا ليس بطالب علم ليس بطالب علم طالب علمتي هذا هل دكلي وحكو مقاشو هل ميل كلي هل إلنا وحكو أركته أنت لست طالب علم طالب علم حق رادنا يمتيد لابد أن ترى بعينيك الاثنين وإن الله بضع إن رضو حكو أركته صورة دور دن وإن أركته مسجد كان دين عيدي سكال الدوان وإن أركته مركة حقائق ده علمك علم وعدنا الله صاحب ماها حقنا عدنا قرغب الله ماها قيب بعض أذوه هين كرتا أنا هو قيب بان دين عبان كاهين كرا دين عبان أذوه كجران كرتا كاسو دين عبو كجران كرا هدأ ترى هذا أنت تن وحبك ما دقي سنة دين عن ميدك تاجرت أديك واحد نقول إذا قف كم بكوجرة دهان يعني قال الله هذا إذا هذا يعني وين تكون فكرتا يعني out of the box out of the box هذا out of the box صندوق هيس قلني واه هيس كحرن صندوق ير صندوق هذا كحرنته وحي صندوق كجرة أمبال أركيس أو حكالة ما أركيس تفكر كلنا مو مقليس so come out of the box كصوبه صندوق منانك إمو وحال أركيس هودة إيو أراضة إيو علمية إيو أدلة إيو وحيالها كلا دوا ماشي حق جرة مركة أتكا قادة نيسا مركة طالب العلم وحي كنيسة إنو يعني أخريو علمية إنو كصميو وحو كلا أبا هي هي مراجعة علمية إنو علمية مراجعة إيو وعبا هي هي oo gaar ah u xusaya dhalinyarada inay dadaalaan waqtiga dhalinyarada la yahay dhalinyarada waqtiga la yahay oo aan wali haas iyo reero iyo caruur iyo adduunku mashquulinay aanu jirin waqtigaas inaad aad iyo aad uga faa'iideysato ayaa loo baahan aadina uga faa'iideysato waxa kale oo kamida inaad taraqi maano walba sameeyso maaha uun waaban kitaabka akhristay نحن كل شقاي 40 كأخري أما عقيدة الوسطية وابا اللي أخري الرياض الصالحين كان بري أخرستي وحكد ما ين هل قاسو علمي كتجمدي هل قاسو فريستي
مايا قف طالب العلم قا ما قفك مسلم كاسدي صباح وقف كل يوم وحبرنا يوم كل يوم كل يوم ولذلك هدانك ويدي هذا ما آخر كتاب قرأته دو حلقة يا با إنا ترى هذا والله ما هو حسوس تقول يقول دم بيسي كتاب الآخر يو يا كتاب لشيخه أما اللي قشتوا معها وحويه إنا ترقي وبهانتها إنا ذبهانتها أخرين إنا ذبهانتها يبا هاي العلم يقول حكجرة كتبته وتدوين سيه أخرين بوبهي مراجعه وبهي هاي حلقات ككلية وحيالها عيبها إليهن ولادة قاركودوي يا طلبة العلم يا وحوكو قاب صدا سيدا أرضيك جامعة أوكالاتو أرضيك جامعة عيبتي سقاركود وحوهي مقررات كاللورد يقول كلية بوكو قاب صدا انتاس امتحانك سوق قبح لها سوق قبح ولذلك أياد أركيسا ضد بدن وجامعة كصوب حي وحبضن أنترين وحبضن أن علمي قودي يغنى نفع ويان أصمين ضدك كلانا نفع عان أصمين سببتها علمي أو أن لغو عمل فلن إيوه مركة هربا نين كان وحوكو حرنا مقررات كأنت جامعة اللوغة ديغو وحكا لو كزيات سن مجرين تاسونوا عيب يكوتاي طالب العلمي أما حلقة كتابك لغا أخريو كلية أيو مارتكو قابسية وحي كتاب حلقة لغا أخريو ما هنا وحكا لطوء انت عداف في سنو يسو قراءه وأخريو مجرت أرن كاسو حساباتك طالب العلمي أرن كم إذا ماها طالب العلمي إيا كتابك ووالاله ووضا السيحضان وصو وذا كعان مركوح عنيو مركوح عبيو مركوح شيفو حتى كتابك دين عيسو يالا بارك انت دين عيسو يالا موجدين هبين ايام مالينا وحبو آخرين ايا وحبو كورسان ايا وحبو زيادين ايا وحبو بحثين ايا وحبو بار ايا سداسو اي علمكو وحاوكو كرره ولوكو بارا اقول دمين دين عاخلاص دين عاخلاق الهدان وحونا قيبك ايها دين عايماني أخلاقياتك وحوي وحيالها طالب العلم لربه إنه ليه علم بلا أخلاق طعام بلا ملح رأيشان هذا هو حب ملح لغو تفقسين قفك واتورة يا معني كرمان قاذن كرم قفك طالب العلم أما قفك علمي أما قفك مسلم كابقودهان عبادة دي سئي عمل كيس وحبضاً way baba ayaan hadaan ay jirin dhinaca suluuga iyo akhlaaqda dhinaca akhlaaqda awgo horeeyo aqli aad kula tacaamusho dadka oo kula dhex noolaato dadka dhexdood waxa yaa aqligu wuxuu keenaya dadka inaad mudaaraad ku sameeyso inaad dulqaadato inaad yaani wax ka tanaasusho inaad taasu keenaya walidalika ayay oran jireen man tasafa aqilun qat qofka aqilkay waligis gartis ma goosanaayo kulligeed maxaa dhacay waxbu ka tagi dadkii wadul qaadan tanaasul bu samahin wana waxana keenay aqliga iyo la noolaanshaha dadka iyo adduunka walidalik ayuu yiri ninkii la oran jiray mutanabbi dhul aqli yashqa fi naimi bi aqlihi wa akhul jahalati fi shaqawati yan'am yaani macnahu wuxuu leeyahay dhul aqli ninka aqliga lahaa ama qofkii aqliga badnaa يشقى في النعيم بعقله سواء نعيم كجرة أي عقل جيسا مرق وكينايا يقول ليه قفك عقل قالها مرق بكجرة أما كيان عقل قالهاين حل مرقون مرق حل مرق وذا مبيا لنا وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم أما مثك جاهل كأها سواء الشق إنما ماش ود ما يسي كل دحجره دحتاجا أيها الدنا نعم يسي هو حسوا أركا دونك نو حوك كلا دنين هاي لو حكيني سا عقل أنت وحلبه هي تغافل وحبضن إنه عقله كينية قف كاسو إنه وحبضن آد إصدافي صح تغافل آد صميس إمام أحمد بلويدي وحليه إن أدنى لش عدو صافي النقطة وحكو يعني هليسا أما أتكو هليسا بقولك طبنكي بس قال وقتها أما أرمها إن آد إصدافي صح أنا دق وشلقسي مركزو يري سقال ما هي طبنكبه وتغافل تغافل إنه صميس ليس الغبي بسيد قومه ولكن سيد القوم المتغابي متغابي كان قبيق اسكدغا وحن ما نفهمين اما وانس دافي هاي لو وح والبها دا دبغشو امر رديس دباتا ايمانس وحا كلو كميدا حلمغا ايو دولقادكا اخلاقيه تكون اكسن طالب العلم انه يشو لو باهي هي اي كميتا ق
qof aan dul qaadanayna cilmi maba baran karo sidiisaba asal. Maxaa yeelay waxay yidhaahdeen qofka yacnii cizatu nafsiga ay ku jirto laa yumkin an yatacallam, waxba ma tacallaban karo, waxba ma baran karo. Imaam Bukhaarina waa kan kitaabkiisa atharka ku weliyeyo, qofka mutakabirkaay cilmi ma barto, haduu qof xinaagsan oo macalinka la dagaalamay waxba ma baran karo, waxba ma baran karo. Marka wuxuu u baahan yahay dulqaad iyo sabir dheer buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay karam iyo sakhaa, wuxuu u baahan yahay shajaaca adabiya. Shajaaca adabiya waxa weeye qofku geesinimo inuu leeyahay. Geesinimadu ma aha midda dagaalka keliya, geesinimada ugu weyni waxa weeye qofku haddii khata ama wax baatil ah u bayaan sameyn inuu ka noqon karo oo oran karo waan ka noqday arrinkaas ama arrinkaasu sax ma ahayn. Waayo waxaan si sariica u dulmari doonaa inaan bal sifooyinka taalibalcilmiga iyo xagga cilmiga aan canaawinteeda soo khulaasayno. Kow, waxaan leenahay taalibalcilmiga iyo qofka cilmiga dalabaya ama qofka muslimkaaba waxaa looga baahan yahay isaga fii nafsihi, naf ahaantiisa wax looga baahan yahay jir, qaabka uu cilmiga u dalbayana wax looga baahan yahay jir, waxyaalaha iska dhowraayaana waa jiraan. Ama isaga naftiisa haddaynu ka hadalno, kow waxa weeye cilmigu usan sheegna waa cibaado, ikhlaas buu baahan. Hadduu cilmiga lagu doonayo in dadka lagula doodo ama in lagu muuqdo ama xoolo lagu helo ama jago lagu helo, inuuasu barako ma yeesho, mana gaaro qofku meeshii la rabay. Cilmiga lugaha ugu horreeya ku soconaya waa ikhlaaska. Marka ikhlaasku waa raqam waaxid, haddii aadan ikhlaas ahayn ha isku daalin wey. Arrinka labaad waxa weeye dariiqadii salafka inuu raaco, qaabkay u dalbi jireen cilmiga, u raadin jireen, u cibaadaysan jireen, aadaabtoodu ahayd, hadyigoodu ahaa, aadaabtoodu way wada socotaa. Wax cilmigii keligiis oo akhlaaqdii salafkana ay dhinac tahay ma soconayso, ma soconayso, waxaan way wada socdaan, waa package, waa full package. Cilmiga fiqi baan leeyahay, aqoonta wax ka aqaanaa, ama axaadiista wax ka aqaanaa, ama qur-aankan wax ka bartay, laakiin waa bilaa akhlaaq, bilaa ixtiraam, bilaa hadi, bilaa asluub, bilaa ay shay oo hadi ay lahaayeen salafkii ma laha, hada waxba kama socona, baraka ma yeelan. Kun calaa jaadati salaf, taariiqadii salafka cilman wa camalan wa suluukan wa akhlaaqan ayaa loo baahay. Waxa weeye arrinka saddexaad mulaasamatu khashyati illah, khashyada ilaahay subxaana wa tacaala. Cilmigu waa cimaaratu lbaatini waadhaahir, qofku inuu baatinkiisana hagaajiyo waxyaalaha xun oo dhan ka saara, xasadka, xiqdiga, danniga xun, malaha xun, waxa dadka aad ku xunto, kibirka, waxaasoo dhan aslu lcilmi buu yidhahay imaam axmed khashyatu llahi tacaala. Cilmi haddaad u baantay asalkiisa waa khashyatu llah, ilaahayna subxana wa tacala kan qur-aanku yihi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi lculamaa. Marka waa in uu qofku laazimo khashyada ilahay subxana, cabsida ilahay subxana wa tacala. Arrinka afraad waxa dawaamu lmuraaqaba, muraaqabada ilahay, waa inaad bayn alkhawf waalraja aad ku jirtaa oo camaashaada aada muraaqabaynaysa, fan is-ogeynba wuxuu ku hadlaayo, wuxuu ficil samaynaa, hadduu caytamo iyo haddaanu caytamin aan is-ogeyn, hadduu dambaabo iyo haddaan dambaabo is-ogeyn, hada laa yamshi. Dawaamu lmuraaqaba, muraaqaba joogto ah waa inaad naftaada ku haysaa oo aad ku jirtaa cabsi iyo rajo aad ku jirtaa. Arrinka shanaad waxa weeye khifdu ljanaax wa nabdu lkhuyalaa, kibirka iska jira. Kibirku waa bataru lxaq wa qamtu nnaas, xaqiyo aad u jeeddo inaad diiddo waa kibir. Marka laguu sheego aad diiddo aad iska weynaysiso waa kibir, waa kibir. Marka naftaadii inaad la jihaado bay u baahan tahay taasu, maxaa yeelay cujubiga iyo nafta yacni inay ku cajabiso iyo duhuurka waxay keenaysaa inaad diiddo xaqa. Arrinka lixaad waxa weeye alqanaaca wazahaada, waa inuu qofku leeyahay, waa inuu zuhdi u leeyahay in la ammaano, inaan la ammaanin, in wax la siiyo, inaan la siin, adduunya inay timaado, inaanay imaan, waxaasu taalibalcilmiga uguma jiraan xisaabta.
waxaa loo baahan yahay waxyaalaha ugu muhiimsan al-icraad can majaalisi illaw, meelaha iyo goobaha lagu hayo hadaltirada aan wax faa'iida lahayn dalibulcilmu waa inuu ka fogaado. Waayadan dambena waxyaalaha caadada uma noqotay dadka ama wadaadada ku tirsan ama maaragtay lagu tiriyo dalabatulcilmiga ama maaragtay dad ducaad lagu tiriyo, waxa weeye kuraasi lasoo qaato xag iyo xagga la fadhiisto maanta oo dhan in la sheekeeyo. Waxaana loo bixiyey fadhi ku dirir baa loo bixiyey, istilaax baa loo sameeyey, la yidhaahdo fadhi ku dirir. Maanta waa la sheeg, xaggaasaa la sheeg, xaggay ka dhacdo saasaa la yidhi. Kaas maaha idinku saasaatiin, nagu saas ma nihin. Kitaab akhrin maayo, mas'ale muraajacayn maayo, taxqiiq soo qori maayo, baxsi samayn maayo, dersi akhrin maayo, mid akhrisan maayo, waqtigu wuxuu ku dhumay lagwi. Waladiina hum can illawi mucriduun ayaa loo baahan yahay, gaar ahaan dadka cilmiga iyo dacwada ka shaqaynaya. Isma qaban karto arrimahaas. Arrin kale waa alicraad can ilhayshaad alfitan, fitanta iyo waxyaalaha dadku isku khilaafsan yihiin iyo muranada dhex yaal, qabyaalada ha noqoto, dagaalo kale ha noqoto, adduunyo kale isku haystaan ha noqoto, xukuna heyshaat baa la yidhaha. Waxaas fitan waa laqadkaas waa inuu ka fogay, maxaa yeelay alkhata'u taxta allaqad bayna alkhata'u taxta allaqad, laqadka iyo muranka iyo isku murugta uu ku jiraa khata'u iyo qofku gafkiisu halkaas ku jiraa. Waxaa loo baahan yahay atahalli birifq, inuu طالب العلم قولي رفق دمرين او كلمه حن كلمه جافك او قللن iyo waxyaalaha saaso lamida inuu ka fog yahay. ugu dambeyntiina taamul, inuu leeyahay fikr yani tadabbur للامور مسائل خاصه marka qadaayaaga iyo umuraha adag ay yimaadaan waxaa loo baahan yahay taamul طالب العلم inuu leeyahay. intaas hadaan ku deyno xagga naftiisa, xagga dalabka waxyaalaha ugu fudud waxa weeye culimmadu ay sheegaan fanni kasta oo cilmiga ka mid ah, mukhtasar ka mid ah, inaad xifdiso ama aad yeelato aad barato naxwaad inuu fiqiga usuusha xadiiska aakan fanni kasta mukhtasar. Mukhtasarkaas hadda marka wuxuu baahan yahay thaaniyan dabduhu calaa sheekhin mutqin, sheekh mutqin ah oo si fiican u yaqaana inaad ku dabdiso. Macna ma waxa waa dabd, waa inaad waxa kan aad akhrisatay ama aad dhegaysatay aada iska hubisaa si saxa inaad u qaadatay oo aad ku dul akhrisaa sheekha ama ku akhriya. Arrinka saddexaad waxa weye inaadan kutubta waaweyn ka bilaabin adigoo kutubta yaryaraa weli aan soo marin. Waxa weye Bukhaari baan ka soo bilaabaya, arbiciinkii weli maanan akhriyin, Buluqul Maram maanan akhriyin, Riyaadu Saalixiin maanan akhriyin, kada maanan akhriyin, yaa laakiin kor baan kaga imaan. Bukhaari iyo Muslim baan kor kaga soo degay, sidii barashuudki ma soconayso. Laa yumkin hada shay صغار العلم قبل كباره وين نقطة أو كر أو أصعده أي اللو باهي. ولذلك علماء دور وحي أنجرين قفك حلقاتك هديا مستويه سيئهين ولا قسار يجري ككعب الديجر ماشي هذا بوسكا جماعة أرنك كلو حوي مختصر أظن دمينها كجدب دابك أرنك شناد وحوي فوائد يوحيالها علماء دور كمغلس حلقاتك خطبتها محاضراتك ميالها علمك كتابك أخرصي kaad dhegaysatay waa inaad leedahay buuq yaroad waxa fawaa'idda waa inaad qortaa, qawaacidda waa inaad qortaa, usuusha waa inaad qortaa, waxyaalaha dawaabidda cilmiga ah ee fawaa'idda aad arkayso inaad qorataa loo baahan yahay oo aad taqyidiso oo aad hayso himmad wanaagsanna inaad maaragtay yeelato. Arrinka kaleeto saddexaad wuxuu ku saabsan yahay sheekhaaga wax ka baranayso dadka ama culimmada wax ka baranayso waxaa loo baahan yahay rixaayatu xurmatul mashaayikh, xulimadaha aada wax ka baranayso xurmadooda inaad ilaaliso. Maxaa yeelay raasumaalku waxaad sheekha ka barato weeye wixii ku raacaya oo cilmiya, nashaadkiisa iyo waxbaridda inuu ikhlaas ku yeeshana, sida hadda iyaba qisooyinkii aan ku arkaynay aan namuudajka u soo qaatay aan ku bilaabay waxay ku xiran tahay sida adigu aad u qadariso oo aad u ixtiraamto ayaad adiguna wax uga helaysaa. Ha ka qaadanin mubtadic, ha ka qaadanin oo ha laazimin cilmigiisa ila wax daruura ay noqoto oo meel kale laga waayo mooyaane adoo weliba markaa iska jiraya sida libax ku cunayo oo kale. Macna mubtadic waxaan ka wadnaa qof bidcooyinkii asalka u ahaa kale xashada manhajka ahlu sunnaha, qof qaba fikraddeeda ha ka qaadanin wax cilmigiisa ku baran, sida masalan raafidada soomaaha shiicada waa min usuuli lbidac soomaaha, raafida alkhawaarij waa min usuuli lbidac soomaaha,
المرجئة القدرية القبورية وحصل وحوي وحيالها وبدعدة مرقال البدع أنا سكيل آلي قرين صوغ أنا سكيل آلي أرنك لبا يحق علمي هذا طالب العلمي يهم ديسا كو هرت همد وين علمي وهي قف دوني علمي ينبرتو همد وين يجرت ثانيا وإنه يهي قف دوني ينبط صدوء النهم أنا كده ما إن همونتي سؤالي قوئهين حق علمي النبي عليه الصلاة والسلام من الرادي رحلة إنه أقولي كرؤية سفر هذا وباهته إنه علمي حفظيه إمام شعبي أو تابعها وحيري إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط يا فلو في الحائط قوحين أورنجرين علم هذا العلم صيد والكتابة قيده والكتابة قيده يا علم هو أغاروه أغارتنا حالو عادية إلا أغارتو بحالو قفتها ما قرأت نرك علم قنا سيدا أغارتها سوك على أغاره كتابة يا وحي نقن إسا قبشدي سي يا مركا فشدد سيوطك على حبال موثقة وحكى اللب هي هي قريتان كاكسكو إنو تعاهد محفوظات كيسي إنو مراجعات كسميو إنو أصوش تركيزيو تخريج الفروع على الأصول معنى هجر قواعد قواعد المصالح دفع الضرر والمشقة سد باب الحيل سد باب الذرائع على قواعد علماء الدجيين مركي يكون دالين وعلمي يكون راسخين وحال رأينا تكفى إذا ستو أصوش فروع دهوز قلي سنة سيدا دهوز قلي سوء أدبرته علوم تسيدا سوء كالتام حايا لي تاسا كوسا ليس هدو فتوى إيوه فهمك نوازش يوحيا لها دباتوين كمركة أي مادان إلهنا سبحانه وتعالى أعرف وحان وحيا لها ليس كجر أيوه وأتكلم بها هي ليس كجره وحاكم ذا يعني إنه طالب العلم ويا شو حلم اليقظة وحي الغيرة حلم اليقظة محيطة حلم اليقظة وقفك إنه الرياضة يستقوا السجد إنها كلاهي حلم اليقظة بنا لو حجره الرياضة الرياضة قفك مركو هردو ساسا عادي لكن حلم اليقظة جا حلم اليقظة استقوا السجد بالريونية محوك الريونية إنه عالم لقيا بي هي وكل ريونية سواء علم وحن علم أولاهين بوحوارك ينو علم لي هذا حلم اليقظة اسكجر أرنكا وحي كلو يرى هذين العلماء اسكجر أبا شبر هنقن سوي الشيخ بكر أبو زيد أبا شبر أبا شبر محوية ور أبو شبر هنقن علم وحيرا وصدح شبري صدح تاكو أبو تاكا هنقن المركة أبو تاكو أبو تاكو محوية أنفسرن وحليا هشاخو وحوي علمك وصدح تاكو تاكا ضوه الرئيسة مركو قفو علمك قوصه يا تكبر تكبر واسعجبين اي حوغا يرمسايلو اوغادي واسعجبين وحو مرين اي علمي وردن انو يساقو هايو تاكا لباد مركو سيقلو تواضع وحايمان اي تواضع حوغا وحو فهمي بدو اني دارتا ماشو مولوي ما سهلنا تاكا صدحاد مركو سيقلو علمي وكو سيقرادو وحو اوغان اي انانو وحبا اوغين لا يعلم شيء وما أوتيت من العلم إلا قليلا مرقاوز قصر دعايا ومرقو تاكذا صدحات قال مرقاوز هذا تاكذا أوه الرئيس كو أكيسته وحد نقونا إيسا خطها لسوي إنو قفكو تنمر بالعلم مسألو أيو ماركتي صوب باريا مسألة زوم راجعينيا ميالك استهدو مدي ملفديا وحطو سينيا ذاتك إنو يهينين ماركتي باحثه بلاياء إنو ماركتي هاي لحنقه ما في عنا نحن العلم هو حوي إنه سكتوا سي عرفك كتبته إنه الضبطيه درس إنه الضبطيه هي اللبة هي هم وآخرين تهذا إيوه مارت قريتان كذا بقى ويسك إلى عليه أرمها سو وحوي وحيله اللبة هي إنه سك إلى عليه يقول انتهي جدل كبي صندقة جدل كعقيم كسلف كوحيله أتكو ودي تجريان وعكمل ده سان المجالس اللغوي كان صوشا يعني قفك إنه ضاد مرن قججع أنا معنا لهن وقلا ما أنتظرن حنا إسكتشرو إنه عيد مالك وحرنا هذا تعصب تعصب مالك وحرن نا كاسنا وقذب وحنكو ختمة يا كتبتي أنا دين شغاي أو حيال بدن أذكى قاعدن كرتو أد بيوفر بدين هلا محمد كإشارة هنا مثلا أخلاق العلماء الإمام الأجري حليه هاي كتاب أخلاق العلماء
wuxuu leeyahay kitaab kale tolay akhlaaq ahlul qur'aan labadaba admi kutubtii soo dhambe waa mufiid waana culimadii salafka nin ka mida qarnigii saddexaad ahaa تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة سقنا كتبته أدبته يكون قرنته وكم ذي تقييد العلم للخطيب البغدادي أدب مارك كتبته وكم ذي جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر وكتاب آدي أدب مفيد وأه طلبة العلم ين أذو خرستان أدب مفيد وطهي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله أبي هلال العسكري وحكم إذا الرحلة في طلب الحديث الخطيب إمام الخطيب البغدادي كتب تيسون هاي كتابات كأدك مهم كواه كتب تيسون فضل علم السلف على علم الخلف ابن رجب الحنبلي وعسكاله الفقيه والمتفقه وعسكاله الخطيب البغدادي كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي أدب الطلب ومنتهى العرب العلامة الشوكاني وعسكاله رسالة إلى ولدي ابن الجوزي وحلي الرسالة والنصيحة علماء قارب ضنبا قري رسائل وقرآن ويلة شهودية أبي حامد الغزالي كتاب يسمون لي أيها الولد لا يراهضو إيوه مقدمة إمام النووي آد بالمهم وطهي ضد نقار كود رسالة قاري كجمعيا وكتاب كيسا المجموع وهرنع وقد لي علمي إيه فضل كيسا إيوه آدابته لي هاي مكتبة هذا وحا آد يا آد يوفي عنتها هاي إن كتبته هذا علماء محققين تأه أو أي كم ذيهن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن التلميذي ابن القيم طالب العلم وكتبته هذا كما يعني مار مكرو سيدا سوكالاتو ابن عبد البر أفر بقول إيه لحدن إيه صد حديب ودنتي كتاب كيسة خاصة التمهيد ابن قدامة كتاب كيسة خاصة المغني الإمام الذهبي كتب تيسة ابن كثير رحمة الله عليهم ابن رجب الحنبلي ابن حجر الشوكاني ابن عبد الوهاب كتب الدرر السنية كتبها سنة مكتبة هذا إن أيا كم قرام بي آذو في عنتها محيري وأميرها علماء المحققين تأه علم قودو متين كويهي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خيرا شيخ محمد وأحسن الله إليك إن شاء الله سبحانه وتعالى هكو ودرو ميزانكاغا حسنات كمالين ادوغا باهي بدنتهي انغنا ان شاء الله حضورك الى سبحانه وتعالى يا انت دغيسد دونتا وهاي انغا دغو كو كو قاطه سدو الى سبحانه وتعالى او غتلا غلي ان وحن او غلينا ان شاء الله تعالى هدا وقت ان اسئله محن كو دهدا كوخ ويان مركا وحن كو بلاوينا نير شيخ وحن جعلهي محن كو دهدا علمي برشديسا مركستو او ان ربينا وح طالع عايستو أن كتبت أخرسته أما أن علمي كورفرسته هردو أم باقي قواني محان سمعيا الحمد لله وحوه يهدو شيطان كوا أي أقول لدك الله إياه عجز وهور هدايا مركي أدوني سو علمي وحكسته خير أنا ساسو وقهر تاقيني ابن آدم مركي وحلو بها هي أي أسبابها كيني كرا هردو ده هرطة إنا دسكيلانس هديت هي ما دركت اما ما ركت جهاد كبضن واداد كودا شو يحيالها لما اذا وقت قيده وقت يدها سنسك الى الي وقت قاد ما ركت النشاط كهي صلى ايغو سيدا فجر كيو وقت لما اذا بضن ابادت كو هدا فجر كو واسحدان لكن علماء واقف فجر كمسيح انجرين فجر كدب وحوي وقت يدو ذهني وصافي ذي هي مسكحضو اي صافي ذا تهي هبينك وقفك نصتي وقت بدل سوجي لكن وقت غفاضل صندوق كويس احضان مع الاسف اي وقت يضل لم يضه اديك كو مناسب كاب الله في رسنيسا ادنا دالنين كنا دال هنا كجوين هنا الدين ان شاء الله تعالى وحنا كوب بالابطاء كتب تيرير او فتفوض او ادمين كرتو ثم بعد ذلك كو كواوين تاسنا وحي كينيسا ان تشجيع وهشو قراءتنا وبراشو براشو يا هذا نفتا دبرتو ويبرانيسا حداد لكن هوس غو هرتو او مركه هري كلو ادكاتو ادكا هرتو كدب وح بدن ما اخرنيسد والله اعلم جزاك الله خيرا شيخ نين كان وحو ليه وحان جعلها سدا سو كره برشده علمي لكن وحو الهي ايغو امتحان هلمان مركستو او ان مساله فائدهيستو اما ان برتو ان ير كدب الهي قلبي غو كساري ما حان سميا وجزاك الله خيرا الحمد لله سان شاغنا وحوي قر بوغاغي قلن كاغا هذه جير وين ادوضتا او طالب العلم ودفتر كيسا كما تبغى كنا شديسا
فوائده هي واحد مقليسو هي واحد علمده كدغيسنيسو ان القرطه هي لو باهين حلقات كمرمر بي كو كلي يبسن جيرين يعني دينار اما كبدن حلقه دخده ان قلن كلو كلي يبسدو واغاس وا ادا تيرادو مانتا 100 دولار او كلا ادو اورنايو وريا 100 دولار قلن يا 100 دولار بان كسين يا قلن يسو توري كاسو يرينن 20 قلن با لو سو توري هل مر ان انا ول مخبيس ليه 100 دولار قاد حي الحديث كيو لو ودو او شيخي او ودو ايا قلنكي كجوي مار قلمدنا waxay ahaayeen sad ugtiin qoray ba laga qoraa oo mar dawaad ba lagu sameeyay ma markaasu yiri dinaarun bi qalam markaas lagu soo saar 20 ba hal mar lagu soo rigsiye marka dadku saasi ugu dadaalay jireen inaad qoraalka ku dadaasho kadibna muraajaceyso kadibna barto oo ku amal fasho saasad insha Allah ku xusuusan doonta ilmiguna wuxuu sabaad ku yeeshaa marka aad barto ku amal fasho qeyr kana aad u wariso waxa laga wariyay maxamed ibn shihab az-zuhri رحمة الله عليه وتابعه ودكته إن حديثة بخاري ومسلم أدوى بوحة صفحة استوى لقيه ليه وحول ليه هاي حبين كماركو حديثك صوم غلو أما عروة بن الزبير أما قفون وحديثك صوق غلو جريد يسوك عنجري ماركو قوه الرئيس وقرق وصوق غلو ككع خادم كيسي أما دون تيسي ماركو سقود الأخرجري حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي مالي ولعروة من هذا محاني عروة يجري ماركو سقود أنا رأينا حصصته حديث كينان اللاون حديث كما قلت الأخرين يا الرواية دي سنة كسدوها ولكن تاسوحي كينيسا إنو قفكو هادو شيئا سيبرو أما رير كيسا حاس كيسا عرور تيسا دادك كالاتو وحو أخرين إنو علمكو مركا قلبكا وكدكو نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم جزاك الله خير شيخ وحولي يا سحوذ الصوم علي ذا صدن كي سنة قدن بيس علمي ذي واقه رأد لو برنجري سيدا نحو ذا بلاقة صرف علوم اللغة العربية هذا الله ما برتو سي لو سو صار كراحر كنت تخصص علمي إساقا علم المحانكو إلى هذا علماء ذانا كرد حشا حوثك قرية عربي محانكو إلى هذا وحد حل أم الله يا شيخ شريف عبد النور يددك إلا متكاها الحمد لله إلهي با سو صار الدونة ودينتي سي إلهي سبحانه وتعالى كما تقيه مالين دويد مران شيخ ويدين شيخ ياد شيخ شريف حفظه الله أقول للشيخ ياد ودر دار ميسا ضدك الأوران يسا مارت يعني قد شيء بل هل ويدي ضدك صاحبه إلهي با سو صار إلهي با ضدك وصو صار علم ضد ودينه عندما قعابه أما عندنا أشاقه وأنا حقيقة أو إلهي با سبحانه وتعالى سو صاريه أو ربي سبحانه وتعالى دينتي سيسا إلى شنا يوحنا كو إلى ليا علم ضي علم وكو إلى ليا الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مركا ربي سبحانه وتعالى علم ضو كو حفديو والراسخين ربي سبحانه وتعالى سو صاريه ومدنا لقى موايه مرنا وقت قيدنا قفوا الباولية هي لكن صح وضع هذا وأرن جره إن لغا زاهد نقضي علمي لغا زاهد نقضي وحبضا أن حلقات كاما ددال كاما اجتهادك ويان بدنا ينسدو بدنا نجري صحوضا ويادي هوري إن بدنا الدنيا لغو جنسدي ومارك تيسد هادا انشاغني حيالا فتان تاوي كم تايو تددك مشغولين آية لكن إلهي با سبحانه وتعالى سو صار آية هذا علماه أن أمد لغا وينينينه وقاميان إن شاء الله جزاك الله خيرا سائل كان شيخ وحولي يا شيخ قفك علمي ديني أبرتا سيدة أحاديث لي وحي لمدة حد أنا إسكي دمي سيدة بيتا حالة ديس أما عمل كيس الحمد لله قفك إنه قرآن كبرتو وحد أنا هو اللمي ودن بآد أوين ونصوص أي كسو أرارتي أحاديث تي علمي كلنا وعلمي علمي كستو نافعه علمي قرآن كي صنده وقفكو إن تبرتوه إلا وحاوي اسم كذا إلا ذهي وأنا خسار وحلو بهي قفكو إنو إلا لي علم قنا مذاكره يمراجعه بهي سيد قرآن كبه وكلامك إلهي يهدوي للنبي عليه الصلاة والسلام أشد تفلتا من الإبل في عقلها هدوية أورتا سيدو فكان يشط وركيض كجرته محاد كما لين يسا علمي كلاب بني آدم كا مركا وحو بهي مراجعه إيهين إيهادي جارق عنكو هين ساسا لوغ باهي هي قفكا قفكي انتو هينجري علمي الا وين ارنكا صار خساره هو انو كغارو او ديب وخي اسو عيشدو الهينا بريه لو باهي والله اعلم.
جزاك الله خيرا. وحول يا شيخ سيدي طالب العلم دين طالب العلم السوق تطبيق كرا علم رسم إيه دين يكن مادقة ما ديه كرا وحاجر علم إن لوقي بي علم مادقة دين يكن مادقة. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى علمك وأماني يعني سجو دهانت علمك يعني أمانتاس لغم تيسانيانا وحوية ده علمك وهو الرية برشد إلهي سبحانه وتعالى هي أحكام تيسا دار الآخرة وقال تيدا إلهي سبحانه وتعالى علمك سوي علمك إلهي سبحانه وتعالى قرآن وقوامة مركي مثلا هذا أركيسو يعني قارون مركو صبحي وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون مركا ذاتك أهل علمك هاوحي كو علمك برا يوي آخره إني كفي عن تهي الدنيا علمك اللغو برنا يوه علمك قفك إنه الله سبحانه وتعالى يعظم ديس أسماء ديس إيو صفات كيسا الله سبحانه وتعالى آيات كيسا باهر كا علمك اللغو قانا يخشيض إي عفسد الله سبحانه وتعالى كيني وي علمك أصل كاي لكن علمك استوى نافعة حتى علمت ما دي قابها النغوته ده نغوته ميدتك اللغو الداوية أما وحلغو الدسو أما أدونك اللغو عمران كيس اللغو صميو سونا علم نافع وي هدو ألقس ديونا إلهي سبحانه وتعالى درتيس يينو مسلم كوحكو أنفعه حالغي أباك ما لبضا إنو كدافو يعني فروع ذاك لا تو علمك إنو كدافو ودعي كرتا مركا نيد إيه خلاص كنا وحوي أرن أرن كاس قيبوين كله والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ وحليه نن كان شيخ وحانا هي نن كنت جراه انا اقونن الفك بل س حاسك ان قبا ايا هدا اي بلود القرانك مركان لكن كسو بخي واي عشرك هي عن جيرده ايغا جرتا ما حلا ده ارضي هو ان لا معاقبه ارضي كس ارضي بات هي وإن هدي عن جلدك أقويسي هدي مارت هبين كعقوبة كلا توه كوجر توه معلمة ذاديوي دين عنا وحاس كأجي هذا حق له مرنا يلا حق له هذا معلمة بيكوت مركا حقوق مشتركة هو أرن كاسو كلا تو وأنا أرن في عمبا إن أدمارك تي هذا قرطوه أما أدبشك تو حاس كأجي نحق برنش ضدك إن بلن بامبا أقولين بمارك تي هدي حتى إسلانتي سو ay ka cilmi badan tahay ama aqoonti ka badiso inuu maaragtay ka ka faano inuu wax ka barto qisooyinka taraayifta waxa jira oo la sheego taabiiciga weynaa ee Sa'iid ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi sayyidu taabiin qaar kood ay culimada ku magacaabaan ayaa nin ardaydiisa kamid aha ayaa maaragtay xaaski ka dhimatay xaaski markay ka dhimatay ayuu maal mawaayay markaasuu weydiiyay kadibna uu sheegay wuxuu yiri xaaska baa iga dhimatay oo saasan maalmahan ku mashquul sanaa markaasuu yiri ayaa diyaar mootahay waa lagu guurinayaa markaasuu yiri waxa ma haystay ayaa wax ii guurinaya hadda oo reer siinaya almuhim wuxuu yiri waa lagu guurin gabadhiisa ayuu ku daray sheekh gabadhiisi Sa'iid ibn Musayyib gabadhiisi buu ku daray gabadhii markuu islaabeenkiiba u geeyay ayuu ka soo tagay subaxdii buu damacay inuu xalqadii aado sheekh markaasay tiri xagga u socotaa asuu xalqadii aabaha baan aaday cilmiga aabaha iyo dhan anaa ku hayay tiri halka ku yaalay fariiso ku akhrinay marka wuxuu leeyahay waxaan arkay qof caalimad ah oo maaratay hadday qur'aan noqoto hadday xadiis noqoto hadday fiqh noqoto cilmiga korka haysa marka gabadhu inay laga qaato cilmiga waa wax dhici jiray horan u dhici jiray laakiin dadku waxa laga yaabaa qaarkood inaanay hadda lahayn bal culimo waaweyn oo culimada muxadifiinta ah ayaa waxaa ka mid ah shuyuukhdooda ay cilmiga ka qoreen ama xadiiska ka qoodeen sida xaafid ibn xajar raxmatullaahi calayhi sharax albukhaari uu ku sheegay kitaabadiisa mashiikhadiisa uu ku qorayo alsheikha alfaadila
oo maaratay aan ka dhageystay duruustaasi iyo cilmigaas aan ka dhageystay bay leeyihiin. Marka arrinka arrin fiican weeye. Midda labaadna waxa weeye oo lagugu tahniyadeynayo adoo konton jir ama lixdan jir inaad bilowdo alifka inaad bilowdo arrin ceeba maaha. Waxay sheegaan salafkii qaar ka mid ahaa iyagu isagoo 70 jir ama 80 jir inuu cilmiga bilaabo wuxuuna ka mid yahay dadka muxadisiinta ee xadiiska laga wariyo ayuu ka mid yahay. Marka cilmigana wuxuu ku bilaabay weynaan saas oo kaleeto marka qofku ma reebana. Maalin dhexdaasna waxaan ba akhrinayay islaan masriyada oo 70 miyay jirtay ayay bilowday qur-aanka inay baran. Markaas 15 sano kadib 80 iyadoo jirta ee qur-aankii dhammaysay tajwiidkiisii iyo xifdintiisii iyo qiraa'adkiisii haddana waxay noqotay in iyada ijaasaad laga qaato marka oo laga dhegaysto qur-aanka laga qaato. marka ha ka daale qof wal qof it's never too late maaha wax mutaakhira inaad cilmiga bilowdo caawa wallahu tacaala. jasaaka allahu khayr sheekh. wuxuu leeyahay saa'ilkan ma la baran karaa baibalka yacni kitaabka kristanka? muxuu u baranayaa qofku? waxa weeye waxay ku xiran tahay muxuu u baranayaa. haddii uu yahay qof caalima oo yacni iimaan ku filan isaga horta leh, aqoon ku filan leh, shubahaadka iyo waxyaalaha ku jira iyo waxyaalaha baatilka iyo taxriif kitaabku kitaab muxarafa asal ahaan waa ahaa injiilku kitaab ilaahay subxaana wa tacaala uu nabiyullaahi ciisa kusoo dejiyey, laakiin taxriif baa lagu sameeyey, waxaa la bedelay, waxaan ka ahin baa lagu daray, ilaahayna subxaana wa tacaala uu noo sheegay. marka hadduu yahay qof caalimah oo sheekh ah oo cilmi iyo iimaan ku filan leh aqoonteed, xaajana ay jirto oo xaajada uu u baranaya ay tahay ama shubuhaad la keenay ama waxyaalo la keenay inuu ka celiyo islaamka ama ka radiyo, markaasoo kale xaaladaasoo kale way bannaantahay. laakiin qof iimaankiisiiba iska maaragtay uu yahay allow sahal xaalkiisu yahay, aqoontiisuna iyada daciifu tahay, kaasoo kaleeto ma bannaana inuu barto, maxaa yeelay waxaa halis ugu jiraa inuu markaa ku lumo oo uu ku baadiyoobo. wallahu aclam. jasaaka allahu khayran. wuxuu leeyahay saa'ilkan ma huwa awlawiyaat alcilmi alatii yanbagi lishakhsi an yatacallama awalan wama nasiixatuka lidalika? waan soo sheegnay wax badan oo waataan kasoo hadalnay. asal ahaanna waxa weeye cilmiga waxaa furudulacyaankaad ku cibaadaysanayso alle subxaanahu wa tacaala khaaliqa macbuudka keligiis ahna aada ugu cibaadaysanayso oo aad kaga badbaadayso shirki iyo gaalnimo, taasaa ugu horeysa waxaad barato. kadibna culumtu siday isugu xirxiran tahay ayaad maaragtay u kala hormarinaysa. faraa'idda iyo waajibaadka adiga ku saaran ceyniga, salaadii saad u tukan lahayd, soonkii hadduu yimaado saad u soomi lahayd, culumtaasoo kale waa furuudal acyaan wey, ceyni bay kugu tahay inaad barato. sidaasoo kale alle subxaanahu wa tacaala waxyaalaha shirkiga kuu keenaya ee cibaadadiisa qadxi ku sameynaya inaad barato, caqiidadaada saxiix ka dhigto, iyadana waxyaalaha awlowiyaadka ah oo awalka ah wey inaad barato. waman bacd dalika culumta aaladda iyo saad u fahmi lahayd kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala, qur-aanka saad u akhrin lahayd, sunnadii nebiga calayhi isalatu wasalaam wixii aad ka xifdin karto bacda dalika, uma bacd dalika culumtu iyada isu kaa furaysa halkaas aad ka wado weye. wallahu aclam. jasaaka allah. waxaan kusoo khatimaynaa labadan su-aalood oo ka baxsan mawduuca. su-aasha hore wuxuu leeyahay sheekh, waxaan deganahay magaalada johannesburg, waxaana u safraa meel dheer, markii aan baxo aan bixi rabaa ayuu duhurku soo galaa, ma soo rari karaa casarkii oo ma jamcin karaa casarkii iyo duhurkii? alxamdu lilaah. qofku marka uu yahay musaafir ayaa loo ogol yahay salaada inuu jamciyo. oo xalay baa haddee su-aalaha waxaan u malinaya aad kaga bogateen muxaadaradii sheekh maxamuud sheekh shibli oo salaada ku saabsanay. waxa weeye salaada jamcinteedu ama waxay ku timaadaa ruqsada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey qofka musaafirka ah inuu jamciyo salaadaha maqrib iyo cishe, duhur iyo casr, ama waxay ku timaadaa xaaj iyo daruuro qofka haysata isagoo muqiim ah, walow uu muqiim yahay. haddii dani timaado ama xaaja ay timaado ama daruuro timaado, markaas iyadana wuu jamcin karaa. marka labadaas waxaan midna ahayn kuma jamcismayso. marka adiga haddaadna weli safartii bilaabin waxba ma jamcinaysid, salaada ayaa tukanaysaa weli haddaad gurigaagii joogto. salaadii muqiimka aad ahayd safarka markuu bilowdo ayay kuu bilaabanaysaa salaadihii safarka, gaabintii iyo jamcintii. wallahu aclam. jasaaka allahu khayran baraka allahu fiika. sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan way ka baxsan tahay mawduuceenni, nin ayaan u shaqeeyaa wuxuu leeyahay 1 sano
wax mushaarana ima siiyo. Markaan idhaahdo war xuquuqdayda isiina wuu imeermeeriyaa, ninkaasu ma xalaal bay u tahay lacagtaas aan ku shaqaynayo mise xaaraan bay ku tahay? Alxamdulilah, qofka ajiirka ah oo qofku uu ijaarto xaqiisa waa inuu siiyo, sida axaadiistii nusuustu ay sheegayso. Inta dhididkiisu xataa aanu maaragtay qallalin ayaa loo baahanyay, waayo xaqiisa waa xaq uu leeyahay wixii ujrada ahaa oo aada kula heshiisay. Marka haddii uu qofkaasu sida aada sheegayso ajir uu kugula heshiiyey aada u shaqayso uunana lacagtii ku siin, bishu markay dhammaato ama asbuucu dhammaado hadba wixii aada ku heshiisaan waa ithmi, dembi xaq baatilah oo uu ku haysto weeye, waana in loo sheego oo lagu wacdiyo. Haddii ay suurtogeli weyso inaad si kale kaga heli weydo oo ay noqoto wixii xaqaaga ahaa inaad ka qaadato maqalka ama xoolihiisa aad ka qaadato, markaasoo kale xataa way kuu bannaanaanaysaa isagoon ogeyn inaad ka qaadato, haddii aad si kale kaga weyday inaad kaga hesho xoolahaaga. Wallahu aclam. Jazakallahu khayran. Waxaan ku soo khatimaynaa dad baale, waan jirannahay sheekh, aada baan u xanuunsannahay. Qaarkood waxay leeyihiin ciyaal baa noo jooga waddankan qurbaha, waa u cabsannaa. Qaarkood waxay leeyihiin muraadyo gaara ayaan leenahay. Waxaan ku codsanaynaa sheekha inuu noo duceeyo intan muslimiintuna ay aamiin ay u dhahaan. Wabaarakallahu fiikum. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلهم بررة بوالديهم يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكني أجد ليتمك حلا يا ولدي، يجتث جذور الآلام لينهي الأزمة. يا أستاذي، سهل جدا أن توجد حلا بالكلمة، أن تمسح عن عين الدمعة، لكن صعب أن توجد حلا يرسم في شفتي البسمة. أتريد أبي يا أستاذي؟ هل تطعمني؟ هل تكسوني؟ ما طال الدهر وأيامه، هل سأناديك أبي وتجيب وتعوضني عن حرمانه؟ يا أستاذي، لا تملك ليتيم مثلي إلا أن تمسح رأسه، تمسح عن عينيه. عن الكساء بالعيد بادرتنا بالدمع والبكاء. لك أناس صنعوا أشياء لا تنسى، ما زال على هذه الأرض من يبغي الأجر، ما زال هناك كافل يتم ويتامى، ما زال هناك من ينفق لا يخشى مما ينفق فقرا، ما زال هناك من يعطيك يزيل غبار معيشتك الضن ويتامى. لا تحزن، ما زال هناك من ينفق لا يخشى مما ينفق فقرا، ما زال هناك من يعطيك يزيل غبار معيشتك الضن. لا